يعني المدرب العراقي يعني ككادر تدريبي او اتحاد كرة القدم العراقي، الكل يقول ويذكر في الفضائيات بان هم يتحملون المسؤولية. طيب عندما تتحمل المسؤولية، ما هو الإجراء على هذه يعني العبارة أتحمل المسؤولية؟ ماذا يعني؟ يعني بالتحديد الابتعاد عن الأجواء، ويعني المجيء بآخرين لقيادة المنتخبات العراقية. أما أن تقول سواء اتحاد كرة القدم الذي يقول على يعني لسان عبد الخالق مسعود بأن اتحاد كرة القدم يتحمل جزء من هذه، جزء مما حدث في خليجي 22. طيب ما هي الإجراءات العملية لمنظومة تتحمل جزء من إحباط الشعب العراقي ويعني خسارة مذلة للمنتخب العراقي في خليج 22؟ المدرب أيضا ذكر بأن هو من يتحمل مسؤولية الخسارة التي تعرض لها المنتخب العراقي. طيب ما هي الإجراءات يعني المعنوية أو الاعتبارية تجاه هكذا كلام؟ أنا أتحمل يعني ما حدث للمنتخب العراقي، كيف يعني ماذا يعني يأتي من علاج لهذه المفردة أنا أتحمل؟ هل هي كلمة يعني عائمة؟ تشوفوا هذا وقت معالجات سيد هشام، تشوفوا وقت معالجات يكفي الوقت عندنا حتى نعالج، أم أنه نحاول يعني ولو ما اعرف بس حاول نرقع بعض الاخطاء ونرقع بعض المسائل حتى نمشي بكاس اسيا؟ والله هو ترقيع ضد الكره العراقيه يعني صراحه، وحتى الاجتماعات التي يقوم بها الاتحاد العراقي بدءا من اليوم في مناقشه مساله الاخفاق اللي تعرض الى المنتخب العراقي هي جزء من هذه الترقيعات واضاعه الوقت. عليهم بدون اجتماعات، الصورة واضحة المعالم. نعم. فريق عراقي ذهب إلى خليجي 22 وظهر بمستوى هزيل. نعم. جدا على الـ يعني طيب. اتحاد كرة العراقي أن يكون بمنتهى التحلي بشجاعة ويعني العمل للكرة العراقية بصورة صحيحة، ويذكر قراره بدون الحاجة إلى اجتماعات. ما أفرزته ملاعب الرياض لمباراة المنتخب العراقي أمام يعني عمان والإمارات. نعم. تحديدا دعنا عن المباراة الأولى أمام المنتخب الكويتي. طيب. ظهر بصورة يعني بائسة ويرتهى له. طيب سيد هشام، على المنتخب، على الاتحاد العراقي أن يحدد مصير يعني المنتخب العراقي إن شاء الله. سيد هشام راح نعرف، راح نعرف أطر هذا التحديد اللي حضرتك تتكلم عنه مع السيد فالح موسى عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم والمشرف على المنتخبات الوطنية، اللي يسعدنا ويشرفنا تواجده معنا بحلقة اليوم عبر التلفون من بغداد. سيد فالح، اجتمعت اليوم مع السيد كامل صغير كلجنة منتخبات، وبكرة إن شاء الله عندكم مع السيد حكيم شاكر، والخميس راح تخرجون بتوصيات. أبرز ملامح اجتماع اليوم اللي يعني بالتأكيد احنا أولا وحتى الجمهور قبلنا يحب يسمع اليوم ايش صار بالاجتماع، ويعني توجهات لجنة المنتخبات وين تروح؟ سيد فالح تسمعني؟ الو سيد فالح تسمعني الان؟ الو تسمعني سيد فالح؟ الو تسمعني سيد فالح الان؟ أنا الآن تسمعني بوضوح سيد فالح؟ سمعت سؤالك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرة الأستاذ زيان وتحية لقناة الشرقية والبرنامج كل المحتوى. أنه بعد تداعيات مشاركة في بطولة الخليج خروج السلبي حقيقة سيد فالح، يعني عندنا مشكلة شوية بالصوت معك، راح نضطر يعني آسفين راح نضطر نقطع الاتصال نرجع نرن عليك مرة ثانية. شباب سكروا الخط ورجعوا رنوا عليه يعني بعد إذنكم. نرجع للسيد هشام السلمان اللي يعني سيد فالح موسى يعني ما ضبط الاتصال وياه، راح يرجع إن شاء الله بعد شوية نسمع رأيه بخصوص اجتماعات اليوم. برأيك هاي الاجتماعات المتتالية سيد هشام هي يعني لتمييع المسألة، لتضييع الوقت، لإخماد
فورة الشارع العراقي ضد ما حصل في الخليجي؟ والله استاذ فيان يعني المسألة واضحة جدا، وأنا ذكرت يمكن في كلامي بأن هذه الاجتماعات أنا من وجهة نظري الشخصية هي تسويف للمسألة وإضاعة الوقت وبعثرة الجهود، وبالتالي يمكن الاستفادة من هذا الوقت يعني في الأيام القادمة تجميع المنتخب والإعداد ل يعني بطولة أمم آسيا المقبلة، خيرا من الانتظار أسبوع أو أسبوعين وبالتالي لم تصدر قرارات يتوقعها الشارع الرياضي العراقي. الشارع الرياضي العراقي يطالب وينتظر يعني تغيير الكوادر التدريبية، هذا شيء واضح لكل يعني المعنيين في يعني الرياضة العراقية سواء يعني كرة قدم أو غيرها، وبالتالي أرى أنه لا جدوى من انتظار هذه الاجتماعات حسب رأيي الشخصي، لأن أنا أتوقع يعني سوف لن تصدر قرارات حاسمة مثل ما يتوقع الشارع الرياضي، وإنما هناك يعني بيان ربما يكون خجول، وبالتالي يعني يبقى الحال على ما هو عليه ونذهب إلى استراليا بنفس المنتخب وبنفس يعني الحالة اللي هي معروفة حاليا الآن. وهنا الإعلام لازم يكون قاسي جدا مع هذه القرارات، برأيك الإعلام أين سيتوجه في مسألة التعامل مع هذا الفعل من اتحاد الكرة إذا أصدر قرارات مثل النوعية اللي تحدثت عنها أنت سيد هشام؟ والله الإعلام العراقي بالتأكيد ينتظر قرارات حاسمة، يعني ما حصل في خليجي يعني 22 يحتاج إلى هكذا قرارات، أما أن تكون الاجتماعات وبالتالي كأنما يعني من يبحث في تحقيق معين وبالتالي يظهر للناس وللملأ بأن لا صحة لهذه الأقاويل وحققنا في هذه المسألة وعلينا أن نبقى على ما هو عليه. الشارع الرياضي والإعلام العراقي ينتظر حسم موضوع المنتخب العراقي، لأن المنتخب العراقي ليس فقط لاتحاد كرة القدم وإنما هو ملك للشعب العراقي. الشعب العراقي ينتظر نتائج إيجابية تليق بالتاريخ وسمعة المنتخبات العراقية على مدى يمكن أكثر من نصف قرن. كرة القدم العراقية معروفة بنتائجها وبطولاتها وإنجازاتها، وهناك الكثير من المدربين لهم باع كبير في هذه الإنجازات. وخاصة في خليجي يعني في الدورات الخليجية كان حضور العراق مشرف منذ المشاركة الأولى عام 76 في الدوحة، وحتى يعني 1988 في الرياض عندما فاز المنتخب العراقي لآخر مرة تحت قيادة عمو بابا. ولا بد من ذكر هذه الأشياء لأن لا بد للاتحاد العراقي أن يعيد أمجاد الكرة العراقية، وليس من خلال قرارات حاسمة ينتظرها الشارع العراقي من هذه الاجتماعات، وليس اجتماعات لمجرد قضاء الوقت وبالتالي تميع المسألة. سيد هشام السلمان الصحفي الرياضي العراقي، طبعا كل الشكر الجزيل لحضرتك، شرفتنا ونورتنا هوايه بحلقه اليوم من اللاعب 12 عبر الشرقيه، ممنونين منك ولوقتك ولسماع رايك بهذا الموضوع. يعني الاتصال صعب جدا، بدنا نرجع نتصل بالسيد فالح موسى اكثر من مره، حتى حدثنا عن ما حصل باجتماع اليوم لجنه المنتخبات، مع الاسف الخطوط سيئه في بغداد، فبالتالي ايضا الوقت خلص وما راح نتمكن من العوده الى بكره ان شاء الله، راح تكون عندنا متابعه لما يحصل من هذه الاجتماعات بحلقة اللاعب 12. كل الأمنيات لكرة قدم عراقية بأن تعود لمسارها الصحيح، كل الأمنيات لاتحاد كرة القدم أن يضع مصلحة البلد المنتخب والمصلحة العامة أمام عيونه في اتخاذ قرارات تعيد الهيبة لكرة القدم العراقية. حلقة اليوم أصدقائي انتهت، أنا أشوفكم بكرة إن شاء الله بنفس الموعد من الأحد الخميس، اللاعب 12 عبر الشرقية، إلى اللقاء.